كازان عاصمة جمهورية تاتارستان، مهد الإسلام في روسيا وإحدى أكبر مدنها. يقع بها نحو 60 مسجداً، إلا أن بها أروع وأجمل المساجد في أوروبا على الإطلاق. إنه مسجد كازان. يعتبر مسجد كازان المسجد الرئيسي في تاتارستان وثاني أكبر مسجد في روسيا وأوروبا، وقد أدرج في كشف التراث العالمي لليونسكو. يعود تاريخ بنائه إلى القرن 16. سمي نسبة للبطل التتاري كول شريف الذي توفي هو وطلابه أثناء الدفاع عن كازان ضد القوات الروسية في عام 1552 من الميلاد. شكل المسجد الخارجي يبهر العالم أجمع، فهو لوحة معمارية وفنية غير تقليدية، تليق بالفعل لأن تكون رمزاً لعظمة الإسلام. إنه مسجد كازان. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة، اشتركوا الآن.